ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر فيها وصعد النظر ثم طأطأ رأسه، هذا لا يدل على أنها كانت كاشفة لوجهها. ولذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قد تكون متلفعة بمرطها، ما في دليل أنها كاشفة، وكونه ينظر إلى جسمها لا يدل على أنها كاشفة لوجهها.